خوفنا الدبابة. من مدينة دورة مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر، أهلا وسهلا بكم جميعا. نتواجد الآن في منزل الأسير محمود أبو صالح ابن هذه المدينة التي نعتز بها ونعتز بكامل أبنائها، كما نعتز بكامل مدننا ومحافظاتنا. كل عام وكامل أسرانا بألف خير وبإذن الله قريبا إلى جانب عائلاتهم محررين خارج غياهب السجون. أخي محمود، معنا اليوم والدتك، أحبابك، أشقائك، كل التحية لك من هذه العائلة، من هذا المنزل اللي بفتقدك في كل لحظة وحين، وإن شاء الله قريبا أنت وكامل شبابنا بتكونوا إلى جانب عائلاتكم. كل عام وأنت بخير يا خالتي. أنت بالصحة والسلامة يا مرحبا. رمضان كريم، ينعاد عليك بالصحة والسعادة يا رب. الله يرضى عليك ويوفقك ويوفق الجميع يا رب. آمين يا رب. محمود لاعب كرة القدم المتميز حاليا بلعبته الحاسمة، وإن شاء الله سيسدد الهدف بتحرير كامل الأسرى بعطائه وبنضاله وبتميزه. شو رسالتك لمحمود اليوم ونحن في هذا الشهر الفضيل؟ إن شاء الله بدي رسالته يا الله يشفى يشفى ويصير يا ربي زي العالم كويس ويروح منه المرض الحبل في رقبته، وهذا بتأثر عليه. إن شاء الله بيشفى منها، إن شاء الله بروح وبيشفى هو وكلية الأسرة والأسرات يا رب العالمين. يا الله أنا بطلب الرجاء من الله، ربنا يحلهم يحلهم من هالظلم، هم وأخواننا المسلمين جمعا يا رب. آمين. الله يما يوفقك ويرضى عليك ويهنيك بجلداتك. أنا يما والله إن شاء الله بظلني طيب يا ربي ومراقبك، وإن شاء الله الدعاء لك دائما ان شاء الله. الله كريم. الشباب كلها بتقول لي هذه الحجه، واحنا هذا الحكي بنعرفه، زرنا هذا البيت اكثر من مره. الحجه ما بيطلع من لسانها الا الكلام العسل والرضا والمحبه، وعمرت لابنها هذا البيت اللي ان شاء الله بسكنه وبكون فيه قريبا باذن الله تعالى. الله كريم. الله كريم. كل هذه الاجواء من المحبه اللي بنلامسها بتضلها ناقصه لانه محمود داخل سجون الاحتلال. والله تحكي لنا عن اجواء رمضان لما كان محمود معك في رمضان. شو بقت منوري كل الدنيا علي، خصة كلهم موجودين، ناس بروح وناس بيجي الله يرضى عليهم. الرضا من الله، لما فتح غمض وفتح له عندي. آمين. كان كل الورد حوالي فتح، الحمد لله رب العالمين. هذا اللي مؤمن بالله يما الله بعطيه هيك، والحمد لله رب العالمين، هذا رضا من الله. والله أنا مؤمني بالله وحجيت حجتين الحمد لله أنا وأخوه، وهو مؤمن بالله الله يرضى عليه، صايم ومصلي ولا يمكن عمره يفطر يوم الله يرضى عليه، يرضى عليهم كلهم. آمين. جميع واحد في السجن يرضى عليه وعليهن الولاية، يرضى عليهن كل يا رب. أسيراتنا الماجدات. والله والله الله يصبر قلوبهم بالدين والإيمان والرحمن يا عزيز يا جبار. تزوريه يا أمي؟ والله زرته مدة طويلة والله، وبدي أزوره في رمضان عشان تعباني. قال لي لا بتزورينيش. هي فرصة أنه يشوفك في الشهر الفضيل من خلال برنامج عمارة. والله ما رضي الله يرضى عليه، بقدرش أمشي يما، بتعب يوم بمشي بتعب. شو توصيتك إله في هالشهر؟ شو الكلمة الأخيرة اللي بترسليها له عبر البرنامج ليطمئن عليك يطمئن على باقي افراد العائله؟ لا الحمد لله كويس ساغ سلام، يعني صمت كل رمضان ما ضلش اشي، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بيطلعوا كلهم، بيطلع محمود ابني وبيطلعوا كل الشباب، يفرحوا امياتهم يفرحوا الدنيا، دنيا اللي هم شمت الهوى هي، ويرضى عليهم كلهم. امين. يجعل الله يعيد عندنا يا الهي، بس الكريم يرضى علينا ربنا ويعيدوا عندنا هالولاد، بلكش الله يحن عليهم وهالدول يحنوا، ربنا يحن على الدول اللي يحنوا على هالشباب ويطلعوا كل الفزنازين يا ربي يطلعوا يا الله، يفرج عليهم
يفرجها على جميع واحد مسجون في كل بلد في كل بلاد. أمين يفرجها عليه يا رب. كل احترام لك يا خالد. ربي يطول عمرك. نتعرف على الأخت الكريمة ورسالتها. بمس عليه بالخير وإن شاء إحنا بدنا يبقى مبسوط وبخير إن شاء الله وربنا يشفيه يبقى معانا. أنا ربيته زي أولادي محمود. ربيت أنا وياهم كنت كان زغنون وأنا ربيته زيه زي أولادي. الحمد لله رب العالمين بهو اللي يشفيه. والله ما بمر عيد إلا بان عليه ما بمر يوم إلا بان عليه. وربنا ينظر لهم يا رب كلهم يا رب يطلعهم بالسلامة. آمين. الله يا رب يشفيه كمان. أهم إشي بيطلع في السجن إن شاء الله بيطلع وبنفرح فيه يا رب. والحمد لله رب العالمين. بتربوا أبنائكم على محبة محمود بالرغم إنه بعيد عنكم. من لامس المحبة عند كل الأجيال هاي خالتي. بس لدهم. تعال عندي تعال. رد على ستك على جدتك. يلا. أي والله وهو مغرشر وهي زلمتي. هذا اللي عندي. هذا ابن ابنك. ابن ابني أصغر واحد. نعم. كأنه ببرد قلبي وبفرح قديش. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. سوي لي الشغلات والله يا ما بخش على الحمام، رب الحمام ابيض كله مشان يعني منظر. قل اطلع اطلع يا جدي على الريحه لا تشمي، رضا الله عليهم كلهم والله يا ما جميع ان شاء الله بتشوف اولاد محمود باذن الله تعالى يكونوا جميع واحد بتربي والله ما هو ردي. نعم. والله جارك ما هو ردي، والله الجيران ذهب، والله الحمد لله اولاد سلفي وكلهم والله كل احترام، والله كل الدنيا انا بشوفها انها بتعيدني الحمد لله. الله يعطيك الصحة ويطول عمرك يا ربي. الله يطول. ناخذ إخوة الأسير محمود، حياكم الله. تفضل أخي العزيز، تعرف على حالك ورسالتك لشقيقك. أنا أخو محمود أبو صالح مسعود اسمي، وإن شاء الله ربنا بيفرجها عليه، وبكون عنا إن شاء الله العيد هذا وبعيد عنا إن شاء الله، وربنا يدير باله عليهم كل الأسرى يفرجها عليهم ويعيدوا كلهم عند أمياتهم. والله أميات الأسرى إنهن عانين كثير. أي. ربنا يكون بعون وربنا يكون بعونهن ويرحمهن برحمته ربنا، ويفرج لهم الأسرى عليهم وينبسطوا ويعيدوا عنا. والله كريم. آمين. اللي بصبر بنول ما بعد الضيق الا الفرج ان شاء الله. ان شاء الله الفرج قريب باذن الله تعالى. الله رب. شو اكثر الذكريات اللي بتنساهاش اللي بتربطك بمحمود في هذا المنزل؟ اكثر شيء لما كان يلعب فوتبول، بقينا كل ما تصير عنده لعبة مباراة نروح نتفرج نشجع كل جمهور مثلا معاه، والله يكون متابع المباريات لما تكون مباراة له. وشو أكثر من هالإيش؟ خلص ربنا يفرجها عليه ويكون بعونه في هالرمضان إن شاء الله، ربنا بيفرجها عليه في العيد هذا بعيد عنه. آمين يا رب العالمين. كل احترام إليك، يعطيك الصحة. أيضا شقيق الأسير حياك الله. السلام عليكم. أنا السلام يا أخو الأسير محمود أبو صالح، بسلم على كل الأسرة إن شاء الله الله يفرج عليهم. أنا الأسبوع اللي فات في رمضان زرتهم وكانت زيارة حلوة ومسهلة الأمور، والحمد لله كلنا كويسين وربنا يفرج عليهم. وبسلم على جمال رجوب، وبسلم على أبو حنفي وعلى الشباب كلياتهم، وإن شاء الله ربنا يفرج عليهم. محمود أنا اللي ربيته، بقى دائما زي ابني على كتافي وطلع زقرته الحمد لله رب العالمين، وين ما كان بيرفع الراس يعني. وكان لعب رياضة شاطر، وكنا نروح نتفرج، كان الوالد الله يرحمه دائما يحضر، في له صور في النادي. والحمد لله إن شاء الله ربنا يفرج عليهم على الأسرات ورب. آمين يا رب العالمين. كل احترام لك أخي كرم، رسالتك اليوم لأسيرنا محمود ولكامل أسرانا. بداية مساء الخير لأخونا محمود أبو صالح، وطبعا رسالتنا لمحمود أبو صالح هي نفس الرسالة لكل الأسرى اللي موجودين داخل السجون. طبعا محمود أبو صالح أنا بدي أضيف شغلة واحد، يعني يمكن في كثير شباب دورا سجن وروحوا أكثر من أكثر من سنة وسنتين وخمس سنوات، لفينا في كل السجون. طبعا محمود أبو صالح من الناس المحبوب لدى الجميع في جميع المحافظات في جميع المناطق، ما في عليه خلاف، يعني كل الناس كانت تحبه وتقول يعني مثلا لما يجي على سجن معين كانت تطلب يعيش عنده في الغرفة. فمحمود من الناس اللي محبوبين داخل السجن. طبعا امنا ام سلامي دائما بتدعي لها اكثر من 17 سنة، بتقول يا رب محمود ابني يروح. طبعا عندها ايمان وقناعة انه فعلا ربنا في يوم من الايام راح يستجيب لها، انه راح محمود يروح ان شاء الله. ان شاء الله كمان بنقول يا رب محمود هو كمل اصلا يروح. طبعا في كلمة هي دائما بتقولها، طبعا انا متابعها على الاذاعات المحلية لما بتقدم يعني بتتصل تودي سلامات لابنها. ام محمود ابو صالح انا بختصر كلمتين، بتحكي احنا اكلنا الصبر بشروش. وسلامنا لاخونا محمود ابو صالح، وبنحكي لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله انه العيد الجاي بكونوا بينا هو وكل الاسرى. كل احترام لك اخ كرم. بدنا ناخذ اخونا ابراهيم نجاج مدير هيئه الاسرى في محافظه الخليل، اهلا وسهلا فيك اليوم على برنامج عمارة الصبر من دورة التي تحب. رسالتك اللي بتحملها لكامل أسرى دورة ومحافظة الخليل. يعني هي رسالتنا اللي نحملها هي رسالة القيادة الفلسطينية
بأن القيادة والشعب وكل المؤسسات المدنية والأهلية والإعلامية إلى جانب الحركة الأسيرة، إلى جانب رسالة الحركة الأسيرة ونضالاتها، وأنه لا مجال للتخاذل، لا مجال للتراجع عن دعم حقوق الأسرى والدفاع عنهم سواء كان داخل السجون أم خارج السجون أم في جميع المحافل الدولية والإنسانية، ولذلك هم مفتاح السلام وهم مفتاح الحرب. كل احترام. نأخذ مرة جديدة أخونا سلامة. قلت لي ربيت محمود، أنت يعني ساهمت في تربية هذا الإنسان اللي ترك بصمة لكل من عرفه زي ما كان الكرم وزي ما بأكدوا كثير من شبابنا وعائلات أسرانا. بآخر زيارة لك في رمضان لازلت بتشوفه في عين الأب أو المربي؟ نعم نعم، نفس الشيء لحتى الآن، يعني بتعامل معه كأنه ابني، وأغلب الأوقات لما بحكي معاه بقول له يابا، والله برد عليه بقول له يابا، والحمد لله انه طلع يعني من كل النواحي اخلاق احترام للأسرة. يعني انا دخلت له الاواعي، اغلب الاواعي مش له والله. نعم، في عنده بيجوا شباب جداد وشيء وبوزع عليهم الاواعي، بوزع هو واصحابه طبعا. كل احترام. والحمد لله ترى دائما العطاء بكون عند كل أسرانا. شو اللي كان يميز رمضان بوجود محمود؟ والله محمود هو كان في رمضان يعني دخلته لما يروح يجيب قطايف، بحب الحلو وبحب الشاي، يعني دائما بعد الفطرة كان يشرب براد كامل شاي. نعم، بحب الشاي، ولحتى الآن سألته في السجن بحب الشاي لحتى. نعم، الآن وبشرب الشاي كثير. يعني هكذا بيكون يتابعنا ويشرب كاس الشاي. ان شاء الله بيشربها هو جنب والدته وجنبكم قريبا باذن الله تعالى، وجميع الاسرى يا رب ان شاء الله. كل احترام لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير يا امي، كل عام وانتم بخير، وكل عائلات اسرانا بالف خير. اذا مشاهدينا كنا مع عائله محمود ابو صالح، سنكون ايضا في دوره منزل جديد ومناضل جديد. فاصل ومن ثم نواصل. من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر. وصلنا الآن مع مجموعة من الأسرى المحررين لمنزل هذه الوالدة الصابرة التي تستمر بصمودها كما كل أم فلسطينية، والدة الأسير البطل محمود دودين أبو حنفي المحكوم مدى الحياة داخل أقبية الاحتلال. إن شاء الله عمر الاحتلال يكون أقصر من أحكام الظالمة. خالتي كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير وانت بالصحة والسلامة يا رب. الله يسلمك. يعني رمضان بمر صعب على والدة الأسير. ولا أصعب منه. ولكن اليوم مجموعة من الناس اللي عاشوا مع ابنك جايين يقولوا لك كل عام وانت بخير، للتأكيد على أنه أم الأسير هي أم كل فلسطيني. وهم بألف ألف خير والله، وهم بولادي والله، وانبسطت لهم يوم طلعوا من السجن، وأتمنى الكل يطلع من السجن والكل يتنشق الحرية والكل يصير أهل مصير إن شاء الله يا رب يا ربنا يفرجها عليهم إن شاء الله يا الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بهالشهر الفضيل الأم الفلسطينية على مائدة الإفطار الرمضاني تفتقد نجلها، شو اللي بعوض الأم عن افتقاد الحبيب كل يوم وكل لحظة في رمضان؟ بعوض الأم صبر، صبرها، الصبر هو أهم حاجة، الصبر. والله لم ننساهم لا لحظة ولا حين، ولا لقمة بتنحط في ثمنا لنتطفنهم، شو الأكل اللي بيحبوها، شو الأكل اللي بقوا دايما يتمنوها، وهذا اللي بالرغم من وضعك الصحي إلا أنه تتركيش ولا زيارة. ولا زيارة ولا زيارة بعد وضع صح. أنا عندي القلب وعندي الكلى وعندي يعني صحتي على قدي يعني، وبعدين سن كبير مش. الله يعطيك الصحة يا رب. الله يسلمك ويفرحك محمود يا رب. الله محرر. يسلمك إن شاء الله. إحنا بنوعدك بنوعد محمود بحلقة خاصة يكون فيها كل الأطفال بناء على اتفاقنا، يشوفهم أطفالكم إن شاء الله رب العالمين، يشوفهم كلياتهم. يشوف الأطفال اللي صغار، يشوفهم، يشوف الولاد، أولاد اللي بيشوفوهم. حاضرين يعني. حاضرين. كلهم بتمنوا يعرفوه والله. حاضرين. كلهم بتمنوا يعرفوه. هينا إحنا بنتواصل إن شاء الله.
وترتيب اخي محمود انه يكون ان شاء الله قريبا في منزلك. شو اليوم حابه تحكي له بمناسبه شهر رمضان وعيد الفطر السعيد؟ بقول له كل عام وانتم بخير يا امه، ان شاء الله ربنا بفرج عليك وربنا بصبرك وبقويك وبعطيك الصبر والقوه يا الله يا رب. يلا بعين الله، هذا حال الدنيا، واللي بده يضحي لاجل الوطن نياله والله، والحمد لله نياله عند رب العالمين، نياله عند رب العالمين، ونيالك على صبرك والله الحمد لله. وانت نموذج للامه الفلسطينيه الصابره ان شاء الله في ميزان حسناتهم يا رب، وان من عبيد الصابرين على اللي الله اعطانا اياه. شلون الله يعطيك الصحه وطول العمر. الله يسلمك. الله يرضى عليك. كل احترام لك يا امي. خليل الشوامري الاسير المحرر، بعد ما يقارب 20 عام باكثر من اعتقال اخي خليل، احنا في برنامج عمارك الصبر عرضنا استقبالك عند حريتك، اليوم أصريت تكون إلى جانب رفيق الدرب محمود أبو حنفي، رسالتك من تواجدك اليوم إلى جانب هذه الأمة الفلسطينية. أول شيء مساء الخير لكم ولطاقم تلفزيون فلسطين ولفضائيتنا العملاقة ولأهلنا أينما كانوا وأينما وجودوا، لأسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية، وللأخ محمود الدين أبو حنفي القائد العظيم في سجن رمون، وللأخ جمال رجوب القائد العظيم، وللأخ محمود أبو صالح، وللأخ راتب حربات، كل هؤلاء إخوة لنا وعشنا معهم فترات طويلة. هؤلاء عمالقة تعلمنا منهم النضال، وتعلمنا منهم الصبر، وتعلمنا منهم كيف نتعامل مع العالم ومع البشر. هاي الأمة الصابرة، الأمة بسام، على مدار سنوات طويلة وهي تذهب لزيارات السجن، تعبت من الزيارات، ولكن من اجل ابنها استمرت في هذا المشوار ولحتى هاي اللحظه. صحيح. كنا في خله العقد نستذكر مجموعه من الاحبه، بنترحم على روح الشهيد ايضا نعيم الشوامري، يعني أحب كثير من هذه البلاد. لما روحت وافتقدت نعيم، افتقدت قريبك وافتقدت الأخ العزيز نعيم الشوامري، كديش كان شعورك صعب لما دخلت خلة العقد ونعيم مفتقد طبعا بفعل الإهمال الطبي؟ طبعا الشعور صعب جدا في هاي اللحظات، ما بقدرش أعبر عن مشاعري تجاه الحدث اللي حصل مع الأخ نعيم، ولكن الواحد بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحي أبقى من بالتأكيد، وإحنا بنوجه تحية لأسرة نعيم الشوامري بالتأكيد. تحكي لنا كديش كان محمود لما يحكي عن والدته، يحكي شعره لما يشوف والدته، صور والدته. محمود طبعا، محمود وكل الأسرى المناضلين دائما بيحكوا عن أمياتهم، بيفتخروا بأمياتهم، قديش عانين، قديش صبرن، قديش تعذبن في الزيارات وفي التفتيشات، ومن الساعة 5 عند الصبح للساعة 8 عند المغرب وهن بعانين. إن شاء الله طبعا هذا فخر عظيم لكل أسير فلسطيني، ولكل أسير فلسطيني إنه في له أم بتتعب وبتركض وراه. بالتأكيد. إذا لك رسالة لإخواننا الأسرى في هذا الشهر الفضيل، وأنت الأسير المحرر اللي عشت ما يقارب 20 عام تفاصيل الألم داخل سجون الاحتلال، رسالتي لهم هي رسالة محبة وشموخ، رسالة وحدة وحرية، وإن شاء الله رب العالمين الله بفرج عنهم وبرجعهم لأهلهم سالمين غانمين. آمين يا رب. يعني كل احترام. بدي أخذ شقيقة الأسير أبو حنفي، أهلا وسهلا فيك عبر برنامج عمارك الصبر أختي الكريمة. المحبة منشوفها في كل دورة لهذا المناضل بيختلفش عليه حدا، كادر يكسب على الجميع بكل محبة وبكل إخلاص وبكل وفاء. كديش بيعني لك إنه أخوك مزبوط سنين طويلة بعيد عنك، ولكن بلقى هذه المحبة من كل الأسرى المحررين؟ طبعا أكيد هذا إشي بيشرفنا وبرفع روسنا وين ما كان. يعني محمود سبحان الله، يعني محبوب، محبوب عند الجميع، ومحبوب يعني بقول اللي ربه بحبه بحبب فيه خلقه، والحمد لله محمود ما شاء الله عليه. أنا لما بنشوف أسرى إحنا لأول مرة بنعرفه، مش يمكن من الخليل، من جنين، من طول كرم، من بيت لحم، من كل المناطق، لما بيعرفوا أخت الأسير محمود أبو حنفي ما شاء الله عليه، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا إشي يعني بيرفع روسنا
كثير كثير. والإشي الوحيد اللي بيصبرنا على يعني انه قضى سنوات طويله في السجن انه معنوياته العاليه ومعنوياتهم كلهم عاليه ما شاء الله عليهم. يمكن احنا بنبقى في داخلنا نتحصر ونعدهم ما شاء الله عليهم، لما بنروح منزورهم احنا بنستمد العزيمه والقوه منهم. صحيح. ما شاء الله عليهم. وبقول لهم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله يا رب اخر اخر عيد لكم بتقضوه خلف القضبان. لك يا محمود يا غالي يا ابو حنفي اللي ما في ثاني، ما في دقيقه الا بنذكره فيها. ما شاء الله عليه على شقاوته زمان وعلى بس ما شاء الله عليه. وإن شاء الله يا رب الفرج القريب والعاجل لكل الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسيرات. وبحب أشكركم تلفزيون فلسطين على إنكم بتجونا في شهر رمضان بتدخلوا الفرحة على قلوب الأسرى، بيشوفوا أهلهم. والحمد لله رب العالمين على كل حال، وإن شاء الله الفرج القريب والعاجل لكل الأسرى. هاي الزيارة مصادفة ولكن مصادفة إن شاء الله، سبحان الله إن شاء الله زيارة بترتيب راح تكون ان شاء الله لنكون في اللي مع الاطفال ومع الحبايب. وبعرفهاش وكثير بودي صورها مرات، اسمها جنى وهي انولدت هو في مكانش يعني مسجون، هي في الصف الثامن. كثير بتقول لي يما خذيني معكي، بس انه لو مش تصريح بدخلوني. قلت لها ما فيش مجال، وان شاء الله بشوفيه عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كل احترام لك اختي الكريمه. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. الاسير المحرر جهاد منصور، اهلا وسهلا فيك على برنامج عمارقة الصبر برساله. تفضل. اهلا بك وشكرا لك وتحياتي لفلسطين. كل عام وانت بخير. طبعا انت بخير. طبعا شرفتنا نقعد في بيت المناضل محمود ابو حنفي، وبشرفنا نقعد بين امنا العزيزه وين مطروح يعني كل الاسرى اولادها. وطبعا نبعث تحياتنا لاخونا محمود برفع الراس، يعني كل بحرك الاسير بتعرف مين محمود ابو محمود عفوا دودين. نعم. ابو حنفي هذا الزلم بيرفع الراس. طبعا رفاقه الضرب الموجودين عندك جمال الرجوب ابو العبد الله يفك اسرهم، وعندك ابو جميل راتب حلبات، وعندك محمود ابو صالح. طبعا المنضلين كلهيتهم بيرفع الراس، اسرانا كلهم همات وقامات عاليه بالتاكيد. يعني كل يعني محافظات الضفه الغربيه بتعرف محمود ابو حنفي. مين هو محمود ابو حنفي؟ يعني الزلمه يعني شرف كبير، شرف كبير اليوم موجودين قاعدين في بيته وقدام امنا الحنونه والعزيزه. طبعا الله يفك اسره ويفك اسر جميع الاسرى يا رب. كل احترام لك، وهي وصيتنا دائما التواصل مع ام الاسير ووالده الاسير وعائله الاسير من الاسرى المحررين بالتحديد، لها وقع خاص عند عائلات اسرانا. بنرجع لك خالتي مره جديده. فضل. نحكي عن الاكلات المفضله في رمضان. لا أسيرنا البطل، لا أسيرنا البطل بقاش في حيب أكلات مفضلة زي المنوكلهن إحنا، يعني جهة لحوم جهة إشي. لا بده فتوش، بده سلطات، بده فلافل، بده بطاطا. متواضع حتى بأكله، متواضع في أكله، حتى متواضع. نعم. في أكله. عمره ما غلبنا في الأكل من مرة. بقول لك الأكل إحنا دايما بإعلم كل الناس، دايما عندنا ناس ودايما عزايم عندنا وإشي، عمره ما رضي يذوقهن من مرة. نعم. بقول لك يبقى عندنا الأكل، قول لي طبخي لي طبخة عدس، طبخ هذا يحبها برضه. عنده العدس أهم من 100 لحمه. ان شاء الله يا رب بيرجع لهالبيت وبترجع اللمات الحلوه في هالبيت. تحكي لنا عن موقف لو حاليا يشوفك عبر البرنامج وهو قاعد عبرشه هيك بتفرج عليك يبتسم بالرغم من كل هالالام. حكيت عده مرات يعني تحكيلها فيها يعني بقيت يوم يجي اقول يقول لي بدنا اعمل لك فطور. روح يما جيب لنا ربطه خبز مثلا، هيني بعمل في شاي وبيض والمك الفطور هذا وجبني. يروح والله يجيني زي هالكيت الدنيا العصر يغيب يوم كامل. طب وين يا محمود يا ام لك؟ صير اكاتل انا، صير اكاتل فيه. له بقول لي احنا بدنا نخسر بعضنا عشان ربطه خبز. من برا يرد السلام علي، من صوته من برا اسمع صوته من برا، وهو يجي يغني ومبسوط يعني شو بدي احكي تحكي انا. يلا ربنا يعطيك الصحة يا أمي. إذا إلك رسالة أخيرة لكل أسرانا ولابنك المساحة الكافية لك. يوم بشوفه بشوف الأسرة زيه زي غيره، وإن شاء الله ربنا بفرج عليهم كلهم. وما شاء الله عنكم كلهم، والله ما شاء الله عنهم بفضل بال ومعنوياتهم فوق الريح ما شاء الله عنهم. وبسلم عليهم كلهم واحد واحد إن شاء الله، وربنا بفرج عليهم يا رب. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا الله. أخي خليل بمداخلة عاجلة. طبعا نبدأ بعث برسالة لأخوتنا وحبايبنا في قسم 6 وفي قسم 2 و قسم 3. طبعا الرساله الاولى هي لاخوي حبيبي وصديقي ورفيق دربي محمود دودين ابو حنفي، والاخ محمود ابو صالح، والاخ جمال رجوب، والاخ راتب حربات، والاخ اياد حربات، والاخ عيسى الدربيه وحسن الفسفوس، وكل شباب دوره لن استثني منهم احد، والاخ هيثم الويسي، والاخ احمد مصلح،
وكل التحية لهم، كل الاحترام، وإن شاء الله ربنا وإن شاء الله ربنا بفرج عنهم وبرجعهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله رب العالمين. وأنا بحيي كل أصلنا اللي بتابعونا عبر برنامج عمالقة الصبر من كافة محافظات الوطن. قضية أسرى هي قضية الكل الفلسطيني فصائليا ووطنيا وجغرافيا. قضيتنا واحدة وعدونا واحد، وبإذن الله دائما سنبقى متماسكين ضد هذا الكيان الغاصب. أم الكريمة ربنا يطول بعمرك وربنا يعطيك الصحة، كل عام وأنت وكل أم فلسطينية بألف خير. لم يتبقى لي مشاهدينا إلا أن أذكركم وأنتم تعدون إفطاركم اليومي، لا تنسوا أسرانا. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. هذه تحياتي أنا سامر تيم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أملنا الكبير دائما أن تكون قد بيضت السجون. إلى اللقاء.